listening to my colleagues and to my other community today. أعلم كل بقى أنتم مصر. إن شاء الله إحنا كنا في مطلوب بتاعنا فيه ولازم تتعاملوا مع إبليك الفرنسة المليان بالنسبة الشعب. كلنا نشوف اللوجو ده. على كل يد صيدلة وعلى الصيدلية. عارفين معنى اللوجو ده إيه؟ في رواية في رواية بتقول إن زمان أيام الدكتوريه كان في عالم الدكتوريه كان مشهور إن هو بيشفي المرضى. العالم ده كان ماشي مرة مسافر وماسك في إيده العصاية دي. وبعدين طلع في كمان عشان التعبان ده اتلف حوالين العصايه، العالم مسك العصايه وفضل يخبط بيها التعبان على الحيطه لغايه ما التعبان مات او اتجوز. طلع التعبان تاني بعد كده في بقه حاجه، راح للتعبان الاولاني حطها في بقه، التعبان بدا يفوق. بدا العالم ده يستخدم النبته اللي كانت فوق التعبان التاني علشان يشفي المرضى. يبقى التعبان كان هيجي لكن التعبان شفي المرضى. ونفس الفكره الروايه الثانيه ان احنا عندنا من بعض اسمه بيطلع الترياق زي السنين كيلو بيطلع السنين كيلو بيطلع من السنين. اذا الميديكيشن ممكن يشفي مريض وممكن يبقى سوء مقابل. كل دول محتاجين الفارماسيس ان احنا نساعد حضراتكم ان الميديكيشن يشفي المريض. اوريدي عملوا ستادز كتير علشان تبقى بيت في الغرف تلاقي الفارماسيس. دي واحده مثلا في الجامعه جورنال الكونكلوجن بتاعها ان تحسن الدوكيومنتيشن قلل الدوكيومنتيشن قلل الاوفر دوز وحصل بوست ريدكشن. السؤال الثاني برضه قالت ان هو قدر ان هو سيجنفكت بوست افويدنس يزود الميديكيشن ادييرنس للاوت كوم. السؤال الثاني في 2021 وقت الكوفيد ايرا قالت ان الكونكلوجن بتاعها ان بقيت ستريت للدور اللي هي الفارماسيست بايكس ودايناميكس بس. لا دي دور كبير في الايدوكيشن في الريسيرش كمان وفي افويدنج الميديكيشن ايرورز. طب يا دكتوره ده مره في البلاد اللي بره بلاد الخليجيه احنا عندنا ايه؟ اتعمل ستادي كمان معانا في جامعه الاسكندريه كليه الطب علشان يبانوا دور كلين برفورمانس في حاجه اسمها ميديكيشن ريكونسليشن. والكونكلوجن النهائي بتاعهم ان الميديكيشن ريكونسليشن قدر ان هو يحسن البيشنت اوت كوم ويعمل برضه بوست ريدكشن ويقلل المورتاليتي. طيب يا ترى ايه الميشن بتاعتنا؟ الميشن بتاعتنا ايدنتيفاي ذا دراج ريليتد بروبلم ايفالويت ان ابروبريت اسكيبتيفنس ليميتيشن ريكوجنايز ان تريتنج كونديشن فولو اب البيشنس بروجريس وفي نفس الوقت ادوكيت البيشنت هاو تو يوز هيز ميديكيشن اللي بنسميها البيشنت كاونسل. طيب علشان نحقق الميشن دي خليني اقول لكم احنا بنشتغل ازاي؟ احنا بيبقى معانا زي تشيك ليست دي النوبكس بتاعتها فاست اكاونت مايكس. اي ثينك معظمكم فاميليير بالفاست اكاونت دي لانها اوريدي اتعملت للفيزيشن. ولكن ليه الفارماكوثيرابيست وراحوا ضايفين عليها سافكس دي مايكس على جنب تقدر تتكلم على شغلنا في الكلينيكال كارتس. اول حاجه معانا اف يعني فيدنج وفلويدز. انا جاست هدي لك اكزامبلز بس على الانترفيشنز اللي احنا عاملينها هنا على الوقت 10 دقايق. مثال احنا عارفين ان في دراج دراج انتراكشنز، في دراج دراج انتراكشن حاجه زي الايفنت، حاجه زي الايفنتين لازم يتاخد قبل الاكل بساعه او بعد الاكل بساعتين. تشينجينج ان ذا اي بي ريبور انتراكشن بسيط جدا. لو انا خليت العميل بتاعي اللي يقدر ياخد ادويه اورا ياخدها اورا بدل الاي بي حاجه زي اللوكسك مثلا. تكلفه الفايل الواحد اللوكسك 60 جنيه. لو عيان هيمشي يعني عندي 14 يوم هيكلفني 850 جنيه، في حين ان انا لو جبت شريط لوست راس 14 بوكس هيكلفني 60 جنيه، فرق من 850 جنيه اي بي ل 60 جنيه راس، ده دواء رخيص. لو انا هتكلم عن دواء زي الديفنت هيوفر لي 8000 جنيه في 5 ايام. كمان قصه ستيت ريليز ميديكيشن حاجه زي الاكيل كروم او تليفون سي ار ما ينفعش تتكسر وتتحط في الرايه لان دي ستيت ريليز فورما. الحل ايه؟ ان احنا بنغيرها على الميديك ريليز فورما. ايه انرجيسيا وايه سيديشن؟ طب هو ايه الانرجيسيا المناسب للبيشنت ده او السيديتيف وامتى يتاخد وامتى يوقف وايه الاختيار المناسب؟ اكزامبل حالات الكبيره دي بيكون عندهم كروماتيك بين والمفروض ان احنا نمشيهم على انرجيزيك عشان الكروماتيك بين. مثال على السيرتي مثلا
مش هتعدلها دخل في فروت فايبريشن بياخد كوردرول وكمان الضغط بروجرام. كلنا عارفين ان الكوردرول والبروجرام ممكن يعمل براتي كارديا وممكن يعمل اي في برو. بدات ادور العيان ده على سيرفر كان الريكومنديشن ان احنا نديله حاجه زي البريسيتكس سيرفر قالت ما نقصش على سمارت درايف ولا على كونشس ليفل، ولكن بناء على الكوانتس اللي اتعملت عليه زي سبيرت درايف ومنتس درايف قالت انه ممكن يعمل براتي كارديا واي في برو. اذا هو شيء اختيار المناسب مع البيشن ده عرفوا ان البريسيتكس من اهم سيرفرز اللي ممكن يعملها، لكن مع ده لا بلاش. ايش معنى الهيلث بيكتي ريجن؟ اي من الفارماسيز اللي بيخش بيمر على المعايير كلها بيتاكد ان راس العيان مرفوعه بزاويه من 30 ل 45 درجه عشان الاسبريشن يقوم. ولما جت الجايد لاين عدلت بعد كده قالت اتش هتبقى ستاند سكور هايبر اكتف هايبر اكتف ديليريا. فدورنا في الكلينيك الفارماسيز نشوف ايه الكوزز اللي ممكن تدخل العيان بتاعي في ديليريا. اشهر ميديكيشن سترويد البنزودايزابين كمان الانفكشن كونسيليشن دي هايبرتيشن. نكملين مع بعض بس نحط ماينس اليو ستريس اكثر بالفاس. عندنا مشكلتين، العيان عندي محتاج ياخد بي بي ايز عشان ما يحصلش بي، وفي نفس الوقت البي بي ايز بتزود الريسك للنوزوكوبيا النيمونيا والكوليسترول قبل الاسهال. اذا انا لازم اديها للعيان اللي محتاجها وما اديهاش للعيان اللي مش محتاجها. جي فور جلوكوز كنترول من الحاجات الايرورز اللي دايما بنقابلها ان بنمشي العيان على الجلوكوز والسيتروبين بس بيوجد من الانسولين في حالات الدي بي اي، وبمجرد ما الاسيدوسس تتصلح والجلوكوز يتظبط نوقف الانفيوجن ونقلب على بيزا كوبس ريجن. الصح ايه؟ المفروض ان يبقى فيه اوفر لابنج ما بين الانفيوجن وما بين بيزا كوبس ريجن. اف ميديكيشن ريكونسيليشن بيتعمل للبيشن اون ادمشن during the hospitalization and during the discharge. A, antibiotics. دي محتاجة أساسا توكس لوحدها علشان نقول دور الكلينيكال فارماسيست في الانتيبيوتكس وفي الانتيبيوتكس دي والشيب ودي استيميشن. طبعا فارماسيست لاين عشان كويس. في كمان الكومبيتاليتي، طب اوردر مكتوب فامبيزول يتحل على 10 سم 2 سم على 20 سم يتحل على ايه؟ الفامبيزول لازم اتاكد انه يتحل على جلوكوز لان هو خط هوسبيتال مع الصلاين. تراجعات الدواء والكورين عيان بياخد بروجرام ومجرد ما يقف مع الكالسيس لازم اطلب ان يتسحب يد البروجرام، ولما يقف الكالسيس لازم اطلب ان يتسحب يد البروجرام. مثال على الاسكوبش ضرب عرف اي انتي بوتيك سسبنشن ينفع فوق التلاته حاجه زي الكلاسيك دونت ريفريت. اول انديكيشن فور انديكيشن انديكيشن فور انديكيشن. هل كل ده موجود في تذكره العيان انا محتاجه؟ هل في عند العيان كونديشن انا مش معرفها؟ المثال عيان ده احنا عنده كوميونتي اكواير مينينجايتس المفروض ياخد ديكساميثازون بيفور ذا فيرست دوز اوف انتي بوتكس لانها بتقلل كتير الدراسه في البيدياتكس دايما بننساها. دي دراج سواء جوز اللي عندي في حالات الريمان في حالات الليفر في حالات الدراج انتراكشنز. في عندنا مثلا كمان اختيار اوف ادمنستريشن اللولا بس في منها اي في اورجا وفي منها ساشن بتاخد اورا. الاورجا مكتوب امبول اللي هو اي في بيتاخد بالفم طبعا مش مظبوط. كمان هياخد ده باتش ممكن تتاخد لمده 18 ساعه. الريسنت جاي لاين بتقول لك تحط الباتش عندك من 12 ل 14 ساعه ماكسيموم، فبالتالي ده رونج انترنال. الالكترولايتس عندنا في مثال مثلا بيشنت طالع عنده هايبوفوسفاميليا كلنا عارفين ان احنا بنديهم كالسيمات، الريكومنديشن ان تتاخد كالسيمات وسط الاكل عشان يشتغل كالسيمات فايبرز. السلايد اللي قبل الاخيره الدراج انتراكشن انرجي ابلكيشن. مثال على الابلكيشن معانا الكابريس ابلوتيمين البلاتين بار نيفيتيمين اثنين كالسيوم شانل وانتيبيوتيك هيدروكلوريدين. مفيش اي سيناريستيك او هندسه في الفيلم ده. دراج انتراكشن ستيفن جونسون سندروم حاجه دخلنا من بره بسبب الدباكين واللاوتريشن. سايد افكت او كونتر انديكيشن العيان بياخد سيد دباكين عشان الموضوع الهايبرتنشن دخل في كارديوجينيك شوك الضغط ادرينال الموضوع ادرينال والسيد دباكين كان ماسك المسمار بتاع العيان. اخر حاجه اس ستوب ديت الادويه اللي لازم تقف في وقت معين. سترويد انتي ديليبتكس دراج بتاخد بروفلاكس والانتي بوكس. حاولت سريعا قد الفقره من ضمن الاستاذ
خالص ممكن يقدموا في collaboration with physicians and nurses in يعني لحظه سريعه كده بس حضرتك، بالنسبه للدراوزي اللاترال بوزيشن بيبقى سيفر لان بيقلل في درينج بالذات في بونزي، يعني عين بيفوق بالجنرال انستيزيا بخاف قوي لو هو سيمي سيتنج مثلا او دراوزي انه ياسبريت في وضع السيمي سيتنج، فبيبقى اللاترال بوزيشن بقلل في درينج وبمنع التنج فول من اللسان يقع. ف يعني ده في البي ال اس البوزيشن ده هو اللي اعتمدوه دلوقتي. الحاجه الثانيه عايزين من حضرتك برضه ورق توزع على النواب اسامي الادويه اللي ليها بالجلوكوز، يعني حضرتك ذكرتي في معموله الايبانيتين يا شباب الحاجات دي فيري اسانشال عشان ما يحصلش مشاكل. شكرا لحضراتكم. السيجن دي انتهت كده، هنبدا السيجن اللي بعدها. وشكرا جدا، شكرا لحضرتك. عينا يا دكتور هدي، والله دكتور شريف نورنا كمان. الدكتورة سيام اهو، الدكتورة دينا كمان اتفضل. لا ممكن يكون اخواتها ما اعرفش، هشوف انا الموضوع ده لسه وقت انا ما اعرفش. كلها 20 سلايد يعني هنا مش كده عندكم؟ خلاص كده؟ تمام كده. بس حضرتك خلاص مش اوكي خلاص ابتدي؟ دكتور ابتدي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. It's honor ان انا اشترك representing اسم الانفكشن في مؤتمر اسم الاطفال. طبعا عشان 10 دقائق فانا هجري بسرعه. هي كيس ظريفه شفناها في العياده. مش نقدمك يا سهام الاول طيب؟ نعم مش نقدمك الاول طيب؟ مش انت اللي قلت لي بتدخل انت بتاخدي من وقتي. خلاص خلاص ماشي. انا بس حابه اقول ان عياده الانفكشن عياده ناشئه لسه ما بقاش كام شهر، يعني هي بروميسنج قوي ان شاء الله. يعني اتفضلي يا دكتوره سهام. خلاص خلاص. عبد الرحمن 10 years old boy complaining of two painful exempt skin nodules on his chest wall. يعني هي بقى لها عنده سنه بس هي بقى لها سنه ونص يعني ظاهره. نقطه الشيك مس اجدري سويلنج اور اني اذر سويلنج. جالي بعد ما عمل بايوبسي من 6 شهور وابتدت تدي سكار. هي جاتلي لما هي عملت سكار كده. Another nodule appeared on the lower abdomen. The condition wasn't associated with fever. Patient generally looks well, good build. بس الام كانت قلقانه طبعا من الديوريشن. هي دي اللي كانت جايه ساتلايت من فوق من الشست. وبعدين during الاسبوعين اللي احنا عملنا فيهم انفستيجيشن ابتدت تعمل استر وحواليها كتير وبعدين اختفت خالص. وكان معاها ابتدى يعمل انفكت مكيوز على الباك. بعد كده كل ده اختفى. كان عمل البيوبسي مطلع حاجه اسمها لوبس برجاريس، فدي حاجه مع التي بي. فالام طبعا بالطبع راحت الجاست هوسبيتال فعمل سي تي جاست وتوبرجين تاس طلع نيجاتيف وجات لي ابو ريش. طبعا انا يعني حاولت اخش في الديفرنشال دايجنوستس
اوف لوبس برجاريس ساعتين برضه مش تيجي برضه اس تي نورمال. طيب ايه هو لوبس برجاريس؟ ات از اي ريبريزنت ا رياكتيف انفكشن بيبل ويز مودريت تو هاي امينتي اجينست ذا باسيلس. ممكن تبقى دايركت اكستنشن وممكن تبقى لينفاتيك اور ماتوجين سبريد. حاولنا نطلع اي سورس للتي في عنده ما لقيناش. او ثيرابي ليجنز ممكن تقعد سنين. في بعض الكيس ريكوردز لو كل الانفكشن طلعت نيجاتيف ومع ذلك ادوا تريتمنت بس انا عشان الليجنز اختفت فخلاص الموضوع بالنسبه لي خلاص انتهى. طيب ده اللوبس برجاريس. طبعا هو مش شبه الولد اللي عندنا، هي بتزيد في السيرفس اريا مع الوقت. اللوبس برجاريس بتبقى هو طلع اسيد فاسفوليك بس اللايف لا طلع ولا طلع حاجه، هو روحنا معاه بس. يعني ايه طلع جرانيلومز، هو دي الحضرة طلع جرانيلومز. نطلع تيوبركلويد جرانيلوما ونطلع طبعا هيستوسايتس وبلازما سيلز ونطلع اكشوس جرانيلوماتس درماتيتس سجستد بلوبس برجاريس. ولا عمل ستين ولا عمل اي حاجه، انا كنت بعتها الجلديه عشان ياخد بايوبسي وعيد تاني حاجه، بس لما الليجنز اختفت او دكتوره الجلديه ما خدتش البايوبس. لا يعني النتيجه دي هي مشكوك فيها جدا، لان هي المفروض حتى يعني لو هو شايف يقول ايه السجستيف، شايف الجاينت سيل الكازييشن البتاع اللي كنت يعني كتوبركلويد جرانيلوما، ايه الحاجات اللي بتخليك تقول تيوبركلويد؟ انا وديتها حاجه مش سركويد، مش سركويد او لازم لو وديتها لصاحب اللي بتبص على الباثولوجي. هي البلاك اسكر دي قعد قد ايه؟ مده قد ايه؟ معلش بتاع اسبوع، اسبوع بس رغم الكونديشن كلها بقاله سنتين. واخد انتي بايوتيك حاجه معينه؟ لا ما خدش لا مالتي بايوتيك ولا اي حاجه. انا ده اللوبس برجاريس بتبتدي تزيد في السيرفس اريا وتبقى اندرن وتبقى سيرفيجنس. في الويسترن كانتريز بتبقى على هيد النك، في السب تروبيكال بتبقى لور اكستنس والبالانس. يعني يمكن هنا في البيشن ده هي نودولر بس مش هتكمل نودولر فور تو ييرز. طيب ايه اللي ممكن يبقى ديفرنشال دايجنوستس لوبس برجاريس؟ على قد ما الانفكشنز بتاعتنا دي فاوندر انفكشنز ليشمانيزيز ساركويدوزز لايك امبلانس ليبروسي وسيفلس. ممكن دي معلش خليني اقول الاسم اللي بيجي في السكين كتير قوي شبه اللوبس اسمه ميوكورمايكوز. ميوكورمايكوز الحاجات اللي احنا عملناها طبعا ادورس نورمال سيتي تشست وادورس كونتراست نورمال سيتي باراليزا سانسس كان عنده سانسايتس سيتي نورمال. ده اخر عمل عملته الاي اس ار 15 كان عندي كرونولوجيكال اللي عمله قبل كده جاي في اتش نورمال. الايس 99 هي اقل من درجه النورمال واللي عند ارقام كتير لا اس عالي. فلما كلمت الرماتولوجي قالت لي يعني اتس نوت يعني سيجنال مش ماشي مع سيركيدوزيس. توتال كالسيوم 9.5 وعمل سيت لام سيت لام نورمال. عملت له سيام كونتيوم كان نيجاتيف. سيام درجته النت كان واحد وده اللي كان سترايكنج بالنسبه لي ان هو واحد ده يعني رقم يمتد بيه. حاولت اشوف بقى ايه ممكن يخلي الميون ديفيشنسي يحصل له كده. الاتش اي في نيجاتيف هي هاز از نوت دايبيتيك. الدرماتولوجي كونسلتيشن ما ادتنيش بصراحه يعني هي نفت التي في ولكنها ما ادتنيش قالت في حاله بطنه وما ادتنيش اي كومنت. الروماتولوجي شايف لنا رينج سابيدوزز. الايمينولوجي قالت لي وي ويل انفستيجيت فور ايمينولوجيكال ايه اندر جراوند يعني يكون سبب الكونديشن اللي هنقولها يعني. الاي اكزامينشن قلنا نورمال، السي تي سكانز نورمال، مفيش اي حاجه طالعه فيه. قعدت ابص في حاجته القديمه بقى لقيت ان هو عامل سي تي سي. هو الموضوع طبعا ظهر عنده في اخر 2022. فكان في وان اوف سي تي سيز كان فيها ليفوبيني وكان ليه اس ار عالي والاي دي اتش كان عالي وايت هاي. عامل سي تي 4 انا مش مقتنع بيها وسالت الايمينولوجي قال لي احنا ما بنقتنعش بهذا المعمل وكان قال لي ريش بصراحه. يعني طلع سي تي 4 اقل من سي تي 8 فانا استغربت فسالت الايمينولوجي قالت لي لا المعمل لا يمتد بيه. عامل في 2023 برضه الابسولوت ليمفوسيتيك كاونت قليل على اول 24 ابتدى يعلى لما جالنا كان خلاص ووز نورمال والاي اس ار لوحده بقى نورمال الاي جي اس ووز نورمال. فانا استغربت ايه اللي حصل وايه يعني ليه هو الريزولت الون فقلت يمكن يعمل ترانزيت ليمفوبينيا في الايرا اللي احنا فيها دي والايميون ديس ريجوليشن. مفيش حد فينا ما جابش كوفيد، محدش فينا ما جابش كوفيد يعني ايه المانع ان هو الولد يجيب ده الكوفيد. فلقيت ان في كيسز
حصل persistent breast T lymphocyte success after COVID infection، بس كان راجل يعني كبير في السن وما كانش الريش مقلوبة، كانت الريش كويسة كانت يعني 1 to 1. فدورت حاجة تانية برضو، لقيت ان ممكن يحصل immune dysfunction persist for 8 months after COVID infection، بس ما كانش فيه low CD3 ولا CD4 ولا CD8. في حاجه اسمها لون كوفيد انفست ويز تي سيل ديسبريشن، يعني بعدهم سام سورت اوف ديس اميون ديسبريشن، ممكن تقعد اكتر من سنه ممكن يبقى عنده اميون ديس. ده الحاجه الوحيده اللي ممكن ايه اربطها بالكونديشن، يعني حاولت اشوف تفسير الموضوع. طب هل انا سالت الام مرارا وتكرارا هل عندكم حقي، هل عندكم ارض؟ قالت لي لا. وبعدين بعد يعني سالتها تاني قالت لي بيلعب عند خاله عندنا عنده ارض. قلت لها ما قلتليش ليه؟ قالت لي انت ما سالتنيش، سالتيني انت. قلت لها خالي. قلت لها طب بيلعب قد ايه؟ على طول بيلعب عند خاله في الارض زراعيه فيها سويل، ممكن يكون خدش جلده، ممكن طبعا يكون قلع منها ساعتها يعني كان بيلعب كده يعني، فممكن يكون السويل ده فيه اسبرجلس، وممكن تيجي في الهيل كونتنت عادي، ممكن افتر ستريتش افتر تروما الاسبرجلس سبورز تنمو على الليجن دي. بس في الاطفال يعني موجود كيس ريبورتس حاجه زي كده معظم حالات الكيمياء، وحتى في الادلتس موجود ده في عندها ريتك عين كبير في السن. فعشان كده اي كانوت اكسكلود الوتر، كان في فتره من الفترات كان عنده سم سورت اوف ايمون ديفيشنسي، جايز كان عنده ساعتها كوفيد. دي بقى كيسز كيس ريبورتس اهي، الليجنز هنا باينه زي الولد هنا في الصوره اللي على الشمال هنا بلاك كيستر، والاذر فوتو ده معين تاني عنده بابيون، وهي برضه بتظهر كنوديولز وبابيولز افتر ات ذا سايت اوف سكين انجري، تاتوين بقى سيرجري اي حاجه عملت ال هنا دي لان بعض الكيسز معظمها فارمرز، يعني هنا فارمر مش مين ان الاسبرجلس جايه من الصويل. وفي هنا طفل عنده 21 شهر بس مش جاي على انها بابيو، جاي يورش بولي. هنا ولد عنده 9 سنين جاي اكزمتد بليت. في العموم يعني فانجل انفكشن او اسبرجلوزس فانجل كونتينوس اسبرجلوزس يعني هي دي اقرب تشخيص للعيان. طب خف ليه؟ اذا كان في حاجه ترانزيانت وراحت يعني ناطن دلوقتي، بس هو العيان تو بي ريفيرد برضه للاميونولوجي. دي حاله فانجل كونتينوس اسبرجلوزس في وومن عندها كانت عامله تاتوين بس دايبتك، وكانت باينه برضه باكيون، وقعدت على انت فتره وبتقعد سنين، يعني ممكن تقعد سنين وبتزيد سنين. بس المزيز في الموضوع ان الولد ما قعدش بصراحه مع يعني قعد هو قعد سنتين بس عمل بتاعي انا كان خلاص كل حاجه بزول، وانا بقيت بستجد تقول لي كل حاجه راحت. فقعدت ادور بقى ان ممكن تكون كوفيد، وستيل اي ويل سنت ذا immunology جايز يكون عنده حاجه immunological اندر كفرنج ذيس كونديشن. بس ثانكس ا لوت. Thank you so much. طبعا بناء على الجلاكتومنان اللي هو سبيسيفيك للاسبرجيل، بنلاقي الجلاكتومنان ده يعني كان طالع واحد وفوق النص يعني بيبقى ده. الدكتوره دينا كمان